قصتنا النهاردة عن قائد قبيلة كان رايح يصطاد وبعدها شاف طفل في المية، فبيقرر انه يربي الطفل ده ويعيش مع بنته، بس هو كان عايش في قصتنا النهاردة عن قائد قبيلة كان رايح يصطاد وبعدها شاف طفل في المية، فبيقرر انه يربي الطفل ده ويعيش مع بنته، بس هو كان عايش في مملكة بتحكمها ملكة ظالمة، كانت بتبعت الجيوش علشان يخطفوا الأطفال اللي في القرية وياخدوا ضرائب من القرية، والجند بيقتل قائد القبيلة وبنته، وبعدها الولد بيكبر وبيقرر ينتقم من الملكة اللي قتلت أبوه وأخته. بيبدأ الفيلم في العصور الوسطى على جزيرة أبوري، واللي بيكون عايش فيها كل الناس مبسوطين، لحد ما بيهجم عليهم جيش مملكة فيتاي، وجيوش فيتاي معروف عنهم إن اسمهم الشياطين، وعلشان عندهم قوة سحرية بتخلي كل واحد فيهم بقوة 10 رجال، واحتلوا جزيرة جول، ومن هنا بتبدأ حكم مملكة فيتا، وبيكون معروف عنها ان كل جنودها عيونهم زرقاء وعندهم انياب، ومن وقتها الناس عايشة في رعب بسبب حكم مملكة فيتا. وفيم بيصطاد سمك مع بنته الصغيرة، وفجأة بيلاقي طفل رضيع عايم في سلة جنبه، وبيلاقي جنب الطفل ده بيضة شكلها غريب، فبياخد معاه الطفل وبيرجع على البيت، والدكتور لما بيكشف على الطفل بيقول ان هو عيان، وبيقول خليه ياكل من العشب ده اسبوع لحد ما يخف. وفيمو بيلاقي البيضة اللي كانت مع الطفل بتفقس، وبيخرج منها طائر شكله غريب ولونه احمر، وبنته بتحبه جدا وبتقول له خليه يعيش معانا. وفيمو بيخرج لاهل القرية وبيقول ان هو بقى عنده 3 ولاد، قرر انه يسمي الطفل وسماه، وقرر انه يربي الطفل وسماه مارو، وسمى العصفور سارو. وبعدها ب8 سنين فارو بيكبر، وفيتو بيعلمه ازاي يمسك السيف علشان يحمي نفسه وقبيلته، ومارو بيحب بنت اسمها فافي وبيتعلق بيها، وبيكلم ابوه بيقول له هو مفيش حد قادر على الشياطين، فبيقول له انت كبرت دلوقتي ولازم تعرف اللي حصل، وده ان مفيش حد من الشعب يقدر يدخل قصر الملكه. وبنعرف ان فيم ولمز كل اهل القريه وزعمائها وراحوا القصر، والملكه دخلتهم علشان تسمع مطالبهم، وفيمو بيقول لها ان جنودك بيضربونا ويسرقونا واحنا سكتنا كتير ومش هينفع نعيش في العذاب ده، كمان بيقول ان الجنرال جانجي هو السبب، وكان المفروض شعب مونتي انت تحمينا منه، بس فجأة الملكة بتصير في الهواء وبتنزل بالسيف على دراعه وبتقطعه، وبنعرف ان اللي كان قاعد يبقى الجنرال جانجي، وكان متنكر في لبس الملكة علشان يعرف الخونة، وبيقول لفيمو انا ممكن اعدمك بأمر من الملكة. وجانجي بيقتل كل زعماء الكرة اللي مع فيمو، وبيعرف مارو ان فيمو ايده اتقطعت من ساعتها. ولما اهل القرية اتأخروا في يوم عن الضرائب، نزلت كتيبة من الشياطين علشان يخطفوا عيالهم، ومارو بيلاقي جندي هجم على ديف وعايز ياخدها، فبيحدف طوبة على دماغه، واخته بتقول ان هي اللي حدفت الطوبة، واخته بتقول للجندي ان هي اللي حدفت الطوبة، والجندي بيقطع رقبتها، ومارو بيشوف اخته بتموت قدامه، وابوها بيعرف انها ضحت بحياتها عشان تنقذ اخوها، وفافي بتروح تدي وردة لمارو علشان انقذ حياتها، وبيعرف انها هتسافر مع ابوها عشان تدرس في قرية تانية، فبيودعها وبيكون زعلان. وبعدها بكام سنة بنشوف واحد من الشياطين داخل القرية، وبنشوف مارو بعد ما كبر داخل عليه، واول ما بيشوف مارو بيخاف منه ويطلع يجري، ومارو بيمسكه بس الرجل بيخرج سليم، وبنلاقي مارو ماسك في رجله بيقول له سامحني، وبيعمل كل ده عشان يعتذر عن دفع الضرائب، ومارو بيترجى الراجل، والراجل بيسامحهم المرة دي علشان خاطر مارو، ومارو بيفضل يطبل للجندي علشان يمشيه، وابوه بيكون فرحان علشان انقذ القرية من عقابه، وبيقول له يا ابنه انت النهارده مسكته من رجله، وبكره هتمسكه من رقبته عشان تنتقم منه. ووالد ديفي بيكون في القرية وبيقول ان بنته خلصت دراسة وانها هتيجي بكره، وبيقول لمارو يروح بكره عند النهر عشان يجيبها، ومارو بيكون فرحان وما بيعرفش يتكلم، وبنشوف العصفور صارو بعد ما كبر وانه لسه ماشي مع مارو، وبنشوف ان جوده صاحب مارو واقف عند النهر وبيقابل بنت عمه هناك وبتسلم عليه، وجوده بيكون معجب بيها وهي كمان معجبه بيه، ومارو بيشوف دافي في السوق وبيبص عليها، وبيركبوا كلهم العربيه علشان يرجعوا القريه، وبنشوف سادي صاحب مارو راكب معاهم، وساجي بيقول ان مارو انقذه امبارح من دفع الضرائب، ودافي بتقوله انا مكسوفه علشان انا من القريه دي، لان القريه دي الاول كانت بتطلع ناس اقوياء ما كانوش بيخافوا من الشياطين، بس دلوقتي كلهم بيخافوا منهم، وفي نفس الوقت بيشوفوا 3 جنود من الشياطين بيقطعوا الطريق عليهم،
وساجي بيقول لهم لازم نلف ونهرب من المكان بسرعة، وبينزل مارو يترجاهم عشان محدش فيهم يأذي صحابه، بس بيهجم عليه جندي فجأة وبيضربه، والاتنين التانيين بيتجمعوا عليه ويضربوه، وبيظهر كمان اتنين من تحت الأرض علشان يقتلوه، بس في الآخر مارو بيهجم عليهم وتحول نينجا ويضربهم كلهم. وبيفي بتكون فرحانة لأنها شايفاه بيضربهم قدامها، وفي الآخر الجنود بتخاف منه وبيهربوا من مكانه، نينجا نينجا يعني. وصاحبه بيقول له انت كنت عامل زي النمر لما كنت بتهجم عليهم، فبيقول له مارو طبعا يا ابني انا مستعد اقتل الجيش منهم، وده كله بس عشان خاطر بافي. وبافي بترجع القريه وبتلاقي ابوها واهلهم بيرحبوا بيها، وبتحكي لامها اللي على اللي عمله مارو علشانها، وابوها بيشكر مارو علشان انقذها من الشياطين، وبيروح يكلم ابوه اللي بيكون فاهمه وقاري كويس. وبنعرف ان مارو بعت صحابه الغابه واتفق معاهم ويلبسوا لبس الشياطين علشان يضربهم قدام بافي، ويظهر نينجا ويخليها تعجب بيه. دماغ شغاله يا ابو. وبعدها مارو بيعدي على بيت بافي وبيقول لابوها ان الجو حلو قوي النهارده، وبيفكر يعني انه ياخد بنته على حصانه ويتمشى معاها شويه. وابوها بيقول له الكلام ده لما كنتوا صغيرين وبتلعبوا مع بعض. وبنشوف بنته واقفه على الباب، فبيقول لها خش جوه يا بنت، وبيقول له بنتي خلاص كبرت ومش هتخرج معاك، ولكنها متربية وبتخرج من الباب اللي ورا وبتجري تركب مع مارو. وامها بتقول لها كده تحرجي ابوكي قدام مارو. اه يا بنت الكلب، فجر ايه حاجة في ايه، ما انا طول عمري بسمع كلامه. وبابي بتخرج مع مارو وبتقول له انت عرفتني ازاي امبارح، فبيقول لها افتكرت اختي لما ماتت قدامي وافتكرتك من عينك وانت بتعيطي عليها. وبابي بتقول له ان ابوها عايز يجوزها بواحد من القرية التانية، فبيقول لها انا مش هسيبك مهما يحصل، وبيرجعها القريه تاني وبيديها رساله وبيمشي. وبيفي اول ما بتفتح الرساله بتلاقي ورده، وبتفتكر ان الورده دي لما مارو خدها منها لما كانوا صغيرين، وبتاخد الورقه بتاعه الورده بعد ما نشفت وبتعمل منها حظاظه بتلبسها في ايديها، وسبحان الله ما اتفركتش. وفي نفس الوقت جودا بيروح لمارو وبيقول له انا وتارا بنت عمي هنتجوز بكره، ومارو بيقول له كويس عشان انت لو ما اتجوزتش دلوقتي هتتجوز وانت عندك 60 سنه. وفي اليوم التاني القرية كلها بتحضر فرح جودة، وبعد الفرح بيدخل البيت مع مراته وبيلاقي ان الأوضة كلها مليانة ورد، وساجي بيدخل عليه الأوضة وبيقول له مبروك يا عريس، ده طلع منين ده؟ وبيتعصب كودة عليه وبيطرده برا البيت، فبيقول له انت مش هتخش بيتي تاني. وكودة بيلاقي ان في قطة دخلت الأوضة والبيت على النوم، والكاهن بيقول له انت مش هينفع تتجوز النهاردة علشان القطة دي في اعتقادهم ممكن تجيب لهم النحس، انا متخلفة يابا. في اليوم التاني مارو بيروح عند بيت بافي وبيرمي طوبة على الشباك بتاعه علشان تفتح، وبافي بتفتح الشباك وبتلاقي ان في الطوبة التانية جت في دماغها، وبتخرج مع مارو وبتمشوا في الغابة، ومارو بيعرض عليها الجواز وبافي بتوافق، وقرروا هما الاتنين انهم يتجوزوا في السر. ومارو بيروح مع ابوه مع بافي علشان يقولوا الخبر، يا ابن الكلب بقى انت تعمل كده وعايز تتجوزها في السر وبعدها تيجي تقولي؟ وبيقوله انا مبسوط يا ابني، بس لازم تروح الاول وتقول لابو بافي. وبعدها مارو بيكون ماشي مع بافي في الغابه وبيلاقي ان فيه اربع جنود من الشياطين واقفين قدامهم، فبيفتكرهم صحابه وبيقول لبافي ما تخافيش وانت معايا، انت معاك اسد يا بنتي، وبيخلي بافي تركب الحصان وتمشي لوحدها، وبيقول لهم في ايه يا جدعان، هي مره واحده وخلصت، انتوا شكلكم حبيتوا الموضوع بس انا مش معايا فلوس ادفع. وبنعرف ان الجنود تبع القصر وبيعرفوا ان فيه ناس بتلبس لبسهم وبيروحوا القريه، وكودا بيعرف اللي حصل وبيروح لمارو وبيقول له ان الناس اللي واقفين هناك شياطين بجد مش تبعنا، وعرف ان الجنرال سمع بالموضوع وهيعاقب كل اللي عمل كده، والعصفور بتاعه بيوصل وبيقول له ان الشياطين بتدمر القريه. ومارو بيرجع القريه وبيلاقي ان في ناس كتير اتصابت والبيوت بتتحرق، وبيلاقي ان والد بافي قاعد في الارض ومتعور في دماغه، بيقول لمارو ان الشياطين خطفوا بافي وهربوا. ومارو بيجري بسرعه في الغابه علشان يلحقهم، وبيلاقي ان العود بتاع بافي واقع في الارض، وجودا بيقول له الحق ابوك. ومارو بيرجع تاني بيرجع البيت وبيلاقي ان ابوه اخد ضربه في بطنه وبيموت، وفيمو بيقول له انا حاولت انقذ بافي بس ما لحقتش، وبيقول له انا عايز اقول لك على سر، لكنه بيموت قبل ما يقول له السر لمارو. ومارو بيعيط وبيقول له انا كنت طفل يتيم وانت انقذتني، لكني ما قدرتش انقذك انت واختي من الشياطين. بعدها بيروح يدفن ابوه وبيعمل له جنازه، ومارو بيعمل اجتماع بعدها مع اهل القريه وبيسالهم كلهم لو كان حد منهم يعرف السر اللي ابوه كان هيقوله له قبل ما يموت. محدش بيكون عارف ايه السر بالظبط، ووالد بافي بيقول لمارو لازم ينقذها من النوم وانك لازم تخدعهم علشان تعرف تدخل القصر، وبيقول له انك لازم تتنكر في لبس الشياطين واعمل نفسك واحد منهم،
عشان تعرف تدخل وتتعامل معاهم. فمارو بيقول له طب ازاي وهو كل واحد منهم بقوة 10 رجال؟ طب يخرج ساحر منهم وبيقول له بص يا معلم انت هتشرب ده، وبيعرف انها تركيبة وبتخلي ان كل اللي يشربها يبقى اقوى من الشياطين، وبيقول له ان المفعول بتاعه بيكون 8 دقايق بس، وكمان الدواء ده هيخليك اسرع واقوى منهم. ومارو بياخد منه شوية وجسمه كله بيبدأ يتشنج، كلهم بيجروا عليه علشان اغمى عليه وقع في الارض. والساحر بيقول له تخيل نفسك شيطان زيه، ومارو بيقوم تاني واول ما بينط بيطير في الهواء، وبيرجع تاني وبيقول للساحر ان الدواء شغال. ووالد بافي بيقول لمارو انه مش هيعرف يعدي من الحصن بتاع القصر، بيقول لمارو انه مش هيعرف يعدي من الحصن بتاع بارفي، ان هو لازم يروح للمعلم يا شودان لان هو اللي يعرف الطريق. وبيقوله انه كبير في السن وعنده 180 سنة، وبيعرفه كمان ان في مملكة تانية للشياطين في الشمال، وان هما كل 5 سنين بيبعتوا ادوية لمملكة فيتاي علشان الشياطين عندهم مرض بينتشر في الدم بسرعة، وان اخر شحنة وصلت من 8 سنين وهم تأخروا، وانك لازم تروح هناك وهتمثل عليهم انك ساحر من المملكة التانية وانك جاي تعالج الشياطين من المرض اللي عندهم. ومارو بيوافق وبيقول ان جودة وساجي هيروحوا معاه، وجودة بيتضايق علشان لسه متجوز جديد. وفي اليوم التاني مارو بيلبس لبس الشياطين وبيلون عينيه باللون الازرق علشان يكون زيهم، وبيركب الحصان مع صحابه، وبيروح في اليوم التاني علشان يدور على المعلم ياشودان. وبيوصلوا لمكان غريب في الغابة، ومارو بيلاقي ان الحصان بتاعه خايف يكمل في الطريق، وبيعرف انه شايف حاجة قدامه خايف منها. ومارو بيسمع حد بينادز عليه بصوت جاي من بعيد، وبيعرف ان دي الاقزام، وبيلاقي حرس كتير واقفين على شجرة وبيهددوه، وبيضربوا عليه اسهم صغيرة ما بيحسش بيها، بس بيعرف ان الاسهم دي فيها مخدر، وطبعا بيغمى عليه. واول ما بيصحى بيلاقي نفسه متكتف هو واصحابه، وملك الاقزام بيجي المكان وبيفتكرهم الشياطين، بيقول لهم انتوا جايين تدمروا مملكة الاقزام بتاعتنا. وفي قزم بيحط عنكبوت على رجل مارو علشان يخاف، بس بنته سامو بتقول له ان مارو عاوز يقول حاجة، وبتقول ان عين مارو مش شبه عيون الشياطين. والراجل بيفك اللزقة من على بقه، ومارو بيقول له احنا مش شياطين، احنا بس سارقين لبسهم. وبيقول ان الشياطين هجموا على قريته وكمان قتلوا ابوه وخطفوا مراته بافي وهربوا بيها. والملك بيخلي الحارس يشيل انياب مارو، وبيعرف انها مزيفة، وبيتأكد انهم مش من الشياطين، ان مارو واصحابه ناس عادية، وبيسأله ازاي اقدر اساعدك. ومارو بيقول له اننا بندور على المعلم ماشودان علشان نعرف منه ازاي ندخل من حصن فيتا. والملك بيقول له ان هو يعرف حصن ماشودان، وان انا هبعت معاك حراس من عندي. وزاد وبنته بتقول له انا عاوز اروح معاهم، وابوها بيوافق. وفي اليوم التاني بيوصلوا بيت ماشودان، وزاد وبنت ملك الاقزام بتنزل عليه من بره، وفجأة البيت بيتهز وبتخرج منه راس سلحفة. ومارو بيعرف ان الجسم البيت العملاق ده بيبقى جسم المعلم ياشودان. وزادو بتقول المعلم ان مارو في مشكلة كبيرة، وانه عايز يعرف مداخل الحصن بتاع قصر فيتا، وياشودان بينادي على مارو عشان يقرب منه، وبيقوله يدحرج الصخرة اللي عليها الاجرب، وساعتها الطريقة هيتكشف قدامكم، ولما تغير اسمك هتكسب قوة كبيرة. ومارو بيكونش فاهم اي حاجة من اللي قاله من كلامه، وساجو بتقوله سجل كل الكلام اللي قاله لك بسرعة. والمعلم بيقوله ان في سرية هافون هتلاقي المفتاح، ولما تلاقي السرفايك سر، وده عند خسوف الشمس، ولو عملت كده هيكون عندك فرصة للفوز. وكده ما بيكونش فاهم اي حاجة من كلامه، وبيقوله احنا غلطنا لما جينا للسلحفة الغبية دي. وياشودان بيخرج يرجع في وشه ويرجع تاني. ومارو بيفضل سهران بالليل مع الاقزام، وبيحاول يفهم الكلام اللي قاله له. كده بيلاقي ساجي قاعد مع سامة بنت ملك الاقزام، وبيقول لمارو ايه اللي قاعد البغل ده مع النملة دي. وساجي بيتكلم مع سامة وبيكون معجب بيها، وهي كمان معجبة بيه، وبتقول له بحبك. وفي اليوم التاني بيوصلوا لطريق الجبل، ومارو بيطلع الورقة اللي مكتوب فيها كلام المعلم، بيفتكر لما قال له دحرج الصخرة علشان تلاقي الطريق. ومارو بيلاقي حفرة غريبة فوق الجبل، وبيلاقي جواها صخرة محفور عليها عقرب، فبيشيل الصخرة كبيرة وبيرميها في الحفرة، وفجأة بيلاقي صخور غريبة بتتحرك من جوه الجبل، وبيظهر جسر حجري متوصل للناحية التانية. وبيتأكد مارو ان كلام المعلم ياشودان كان صح، وبيعدوا كلهم الناحية التانية، بس مارو ما بيكونش عارف هو رايح فين. وسبب تلاقي ورقة شجر شكلها غريب، وبتقوله ان ورقة الشجرة دي سحرية،
وان هي اللي هتدلهم على مكان الطريق اللي بيوصل للحصن، والحارس بيقوله لف الورقة دي وانفخ فيها. ومارو بيعمل كده وبيلاقي ضفدع ظهر قدامه، والحارس بيقول لمارو ان الضفدع هو اللي هيعرفهم الطريق، بس لازم يكون حد لسه متجوز يبوس الضفدع الاول. وكلهم بيبصوا لجودة علشان هو اللي لسه متجوز، وبيضطر جودة انه يبوس الضفدع علشان يعرفوا مكان الحصن. والضفدع بيشاور بصباعه على الطريق، ومارو بيتحرك قبلهم وبيعدي النهر، وفجأة بيسمع صوت واحدة بتصرخ بتكون قريبة منه. بيلاقي بنت بتجري في الغابة جنبه، وأول ما بيعرف مكانها بيلاقيها مغمى عليها في الأرض، وبيروح علشان يطمن عليها. فبتقوم بسرعة وكانت تضربه في الصخرة، لكنه بيمسك ايديها في آخر لحظة، وبيعرف مارو انها كانت بتهرب من الفهد. وبيلاقي مارو ان الفهد بيقرب منه وهو مش معاه الدواء، فبياخد الصخرة وبيهجم على الفهد، والفهد بيهجم عليه طبعا وبيوقعه على الأرض. والفهد بيقرب من البنت علشان يقتلها، ومارو بيهجم عليه وبيمسكه ورا الشجرة وبيفضل يضرب فيه، والفهد بيخرج من ورا الشجرة وبيخاف من مارو وبيهرب. وفي نفس الوقت مارو بيلاقي شياطين وصلوا المكان، وبيعرف ان الأميرة اللي انقذها بتبقى الأميرة ماتة بنت ملكة فيتاي. والقائد بتاع الحرس بيقوله انت بتعمل ايه هنا مع الأميرة؟ ومارو بيقوله انت كنت فين بقى يا معلم لما الفهد هاجم على الأميرة؟ وفيتا بتقول لمارو ان ده يبقى الجنرال دانجي، وبيعرف مارو ان ده دانجي اللي قطع دراع ابوه. وماتا بتقول لدانجي ان مارو انقذها من الفهد. وبعدها بيوصل كودا وزايجي للمكان، ومارو بيقول لدانجي احنا شياطين من مملكة تانية، وان هو اشهر دكتور موجود هناك، وان هو جاي علشان يلاقي علاج للشياطين الموجودة هنا. فبيقول له دانجي في الحالة دي هاخدك معايا القصر. حارس بيقول ان هو فتش شنط مارو اصحابه، وانه لقى معاهم اعشاب كتير ويتأكد ان هم دكاترة، بس دانجي بيكون لسه شاكك في مارو، وبياخد منهم الاسلحة كلها، وبيكون الدواء في الشنطة اللي على الحصان. وجودة بيقول له هنعمل ايه دلوقتي؟ فبيقول له مارو اتنايل امشي وانت ساكت. بيوصل القرية مع اصحابه، بتكون دي اول مرة يشوف فيها ملكة فيتا. والملكة بتقول لدانجي مين دول وجايين هنا يعملوا ايه؟ بتعرف ان هم جايين يعالجوا مرض الشياطين، وجودة بيكون خايف منها علشان عمالة تتحرك بسرعة. وفيتا بتقول لمارو انتوا جيتوا منين بالظبط؟ ومارو بيقول لها احنا دكاترة من مملكة الشمال. وفيتا بتقول له احنا عندنا نقص في خلايا الدم، وكل شهر بيموت من عندنا 3 جنود. وبتعرف ان مارو هو اللي انقذ بنتها من الفهد، فبتمشي في الحيطة وكلهم بيخافوا منها. وبتقول لمارو انتوا متأخرين في تسليم الأدوية ليه؟ فبيقول لها احنا كنا بندور على حل لعلاج المرض، بدل ما كل شوية بنبعت مسكنات علشان تقلل الأعراض، بس لقينا بذور نادرة ممكن تشفي المرض اللي عند الجنود. فالملكة بتقوله انا لازم اخد الدواء ده. فجودة بيقول لها احنا محتاجين 3 ايام علشان نحضر الدواء. ودانجي بيقول لهم ان لو الدواء ما جابش مفعول هقتلكم. والملكة بتقول لهم استريحوا دلوقتي واشتغلوا بعدين. ومارو بيخرج بره عشان يفكر في حل، وبيلاقي سر العصفور ماشي وراهم وراكب عليه الحارس القزم، وبيعرف ان سارو خطف ازازة الدواء بتاعت قوة الشيطان. وكودة بيعرف معلومات من 7 والحراس، وبيقول ان بافي موجودة هنا، وان الملكة هتعمل طقوس وهتضحي بيها. وبعدها بنشوف الملكة وهي بتكون حابسة بافي جوه القصر، وبتعمل عليها تعويذة سحرية بالصولجان بتاعها. ومارو بيكون ماشي مع اصحابه في الجنينة، وبيلاقي ماتة ماشية من الناحية التانية وكمان مركزة معاه. وفجأة بيخرج من سجن القلعة غول عملاق، والغول بيروح عشان يهجم على الأميرة ماتة، فبيشرب مارو الدواء بسرعة علشان يحميها، والغول جاي يهجم عليها، وبيروح يقف قدامها بسرعة وبيقف قدام الغول. وبنعرف ان الحارس القزم هو اللي فك الغول علشان يخرج. وفي نفس الوقت بتخرج الملكة وجنجة علشان بيشوفهم، والغول بيخاف من مارو وبيرجع السجن تاني مع الحراس. وجنجي بيكون مستغرب وبيقول للملكة هو ازاي الغول خاف من مارو؟ وماتا بتقول لمارو انت ازاي وقفت قدام الغول لوحدك؟ فبيقول لها انا ممكن اعمل اي حاجة علشانك يا قمر. والملكة بتسقف لمارو على شجاعته، وبيعرف ان الدواء اللي شربه كانت مية، وان الكبسولة بتاعت الدواء الشياطين اللي كانت معاهم لسه في الحصان. يعني بالصلاة على النبي كده لو كان الغول دخله كان هينفخه. ومارو بيكون مستغرب من اللي حصل، وبيقول لجودة وانا ازاي وقفت الغول وانا حتى ما شربتش الدواء؟ فجودة بيقوله لا دي يا صاحبي تسأل فيها الغول بنفسك. وفي نفس اليوم مارو بيقابل ماتة في القصر، وفيتا بتعزمه على عشاء، وبيقعد معاهم على الترابيزة، بتكون الترابيزة كبيرة قوي وعليها اكل كتير، والملكة بتشرب وبتقول لهم في صحتكم. ومارو بيخاف اول ما بيلاقي ده عمل ازاي المطاط علشان تخبط الكاس بتاعه، بيقول لها انا فخور على فكرة علشان قاعد معاكي على نفس الترابيزة. من الاخر يعني بيطبل لها.
وبعدها مارو بيفكر في كلام المعلم ياشودان وبيفتكر لما قاله قبل كده ان المفتاح على سرير الملك. بيقول لاصحابه ان بعد ما الملكة تنام هنروح نسرق المفتاح. وده بيبوظ الضفدع تاني علشان يعرف منه مكان بوفي، والضفدع بيشاور على فوق وجوده بيقوله هي طلعت السما خلاص يا البت ماتت. ومارو بيقوله بطل غباء، اكيد يقصد اعلى دور في القصر. ومارو بيشرب الدواء الحقيقي وبيخرج من الشباك وبيطلع يخرج على الحيطه بتاعه القصر زي العنكبوت، وبيفضل ماشي في الطرق لحد ما يشوف بوفي وبيقول لها اوعدك ان اخرجك من هنا حتى لو على جثتي. وبيخرج يبص حواليه احسن حد يشوفه، بس حظه بيكون وحش والحارس بيشوفه وبيضربه على دماغه. ومارو اول ما بيصحى بيلاقي جنج في وشه. جنج بيقوله انت افعالك مريبه من ساعه ما شفتك، وبيسأله انت مين وايه اللي جابك القصر. مارو بيضرب الحارس بتاع الجنرال بس الحارس ما بيحصلوش حاجة، وبيعرف مارو ان مفعول الدواء خلص وبيقوله على فكرة انا كنت بهزر معاك، بتحب الهزار انت صح؟ والحارس بيضربه بالبوكس ومارو بيطير في الهواء. والملكة بتعرف ان مارو وقع من اول ضربة وبتكون شاكة ان هو مش من الشياطين اصلا. وفي اليوم التاني الكل بيتجمع عند ساحة الاعدام، ومارو بيكون محبوس علشان يتعاقب بسبب اللي عمله. والملكة بتقوله أنا شاكة إنك مش شيطان زينا. ومارو بيقول لها تعرف الحقيقة لو دخلت في خناقة مع حد. وبيهجم عليه الحارس العملاق اللي ضربه امبارح. مارو بيسد ضربته وبيفضل واقف مكانه، وفجأة بيلاقي حد بيكلبشه من رجله علشان ما يهربش. المكان اللي هما فيه بيعلى لفوق وبيخرج من حواليه السياحة دي علشان تقتل اللي هيقع عليه. والحارس الضخم بيضرب مارو علشان يوقعه، ومارو بيسند بالسيخ الحديد تاني وفي الاخر بيوقع الحارس وبيخليه يستسلم قبل ما يقتله. وجنجي بيكون متضايق علشان مارو كسب وبيرمي خنجر على الحارس وبيقتله وبيقوله لو انت خسرت المعركة يبقى انت ميت. ومارو بيقوله ان الملكة مش بتشك فيه، بس في ناس حواليه هي اللي بتشك في قدراته، وبيقولهم ايه اللي عاوزين نعمله عشان اثبت قدراتي. والملكة بتقوله انا عاوزاك تثبت لي انا، وبتتحرك من مكانها وبتروح تقف قدامه. والحارس القزم بيقول ان الثمان دقايق قربوا يخلصوا. والملكة بتقوله انت لازم تعدي من حلقة فيتا، ولو خرجت منها عايش يبقى انت فعلا شيطان بجد. وبنعرف ان حلقة فيتا عبارة عن ماسورة حديد بتولع من جوه، واي حد بيعدي منها غير الشياطين بيموت من اول خطوة. ومارو بيكون داخل جوه الماسورة وصارو بيكون طاير فوقيه وبيرميله الكبسولة اللي فيها الدواء، بس جنج بيمسك كبسولة ويرميها. ومارو بيخش الماسورة من غير الدواء، وجنج بيتصدم لما بيلاقي مارو خرج منها سليم. والملكة بتقول ان بنتها تتجوز مارو الشجاع. ومارو بيرجع يخرج يقعد مع اصحابه وبيقول لهم انا مستغرب ازاي خرجت من الحلقة سليم. في نفس الوقت بيدخل عليهم العصفور صارو وبيقول له ان في خدام من القصر عايز يقابلك في السر. والخدام بيقول له انا لقيت ورقة اعشاب دي في سريرك امبارح. مارو بيقول له انا باكل من الاعشاب دي من وانا صغير. فالخدام بيقول له ان الاعشاب دي بتقلل من القوة الشيطانية من جوه جسمك وهتخليك انسان عادي قدام الناس. ومارو بيكون مصدوم لما بيعرف ان هو شيطان بجد. والخدام بيقول له هو انت متعرفش ابوك الحقيقي؟ ان ابوك كان اسمه الامير بودي. في الوقت ده كان رجالة جانج بيهجموا على القرى وراحوا للقرية اللي كان عايش فيها بودي، كانوا بيعذبوا اهل القرية ويقتلوهم. بولي بيوصل للمكان وبيهجم عليهم ويقتلهم كلهم. والخدام بيقول له ان الناس كلها كانت بتحب بولي، ووالدته بشبه كانت حامل فيه لما وصلوا القرية. وبيقول ان بولي ساب القرية من 18 سنة علشان يتعلم فنون القتال. وبولي بيقول لهم ان الملكة لازم تتحاسب على افعالها، وست كبيرة بتقوله ان الجنرال جنجي هو السبب. والخدام بيقول لمارو ان جده كان بيعمل خير كتير لاهل القرية، بس غلطته الوحيدة انه اختار الجنرال جنجي. وبيعرف مارو ان جده كان هو ملك فيتاي، وبولي كان هو الامير، وكان معروف عنه انه بيحب اهل القرية. وجنج بيعرف ان بولي راح اشتكى الملك، فبيروح لواحد دجال وبياخد منه خاتم فيه تعويذة، وبيعرف ان الخاتم ده هيعرف يسحر الملكة عشان تسيطر عليها. وجنج بيروح عندها الاوضة وبيرمي عليها التعويذة، والملكة بتتجنن وبتقرر انها ترمي الملك في السجن. ومارو بيعرف ان الملكة دلوقتي بقت مجرد لعبة في ايد جنجي. والخدام بيقول لجنجي انه راح لابوه يوم الاحتفال، وجنجي بيقول له لو قربت خطوة تاني هقتل اطفال القرية، ولو مش عايزني اقتل الاطفال دول اشرب السم ده. والست بتقول له حتى لو قتلتنا كلنا مش هتضحي بالامير بتاعنا. وجنجي بيوعده انه لو شرب السم هيسيب العيال. والناس كلها بتحذر بولي علشان ما يشربش السم، بس في الاخر بولي بيشربه علشان ينقذ الاطفال. جنجي بيقول له ان قريب الارض دي هتكون بتاعتي. وبولي قبل ما يموت بيقول له ان في يوم هيجي واحد غيرك ويخلص الناس كلها من شرك. وجنج بيعرف ان مرات بولي خليفة طفل صغير.
وبنجيب ابن بولي قدامه وبنعرف ان هو مار. جانج بيقتل مرات بولي قدامه، وبيكون طبعا السم انتشر في جسم بولي وهو كمان بيموت. بعدها جانج بيقول للحارس اقتل الطفل ده واحرس واحرق القرية كلها بالناس اللي فيها. والحارس بيحط مارو على الصخرة علشان يقتله، لكن بيتصدم لما مش بيلاقيه قدامه، وبيشوف تلات عصافير عملاقة بتشيله وتهرب بيه. ومشوا وراحوا بيه لحد النهر وبيسيبوا بيضة كبيرة معاه، وبنعرف ان سارو بيبقى ابن الطائر اللي انقذه. وزانجو كذب على الناس عشان يداري على ابن بولي، وقال للناس ان في فهد كبير هجم على الغابة وقتله، والملكة ايفانا اتجوزت واحد وزانجو قتله بس خلفت منه بنتها باندا قبل ما يموت. والملكة ما كانتش تعرف اللي بيحصل علشان جانج مسيطر عليها. وفي الآخر توجت نفسها كملكة شرعية على ملكة فيتا، ومن ساعتها هو جانج هو العقل المدبر لكل حاجة في القصر. وجانج بيرجع تاني للدجال علشان التعويذة، والدجال بيقوله انك لو عاوز اللعنة تفضل شغالة لازم تخلي الملكة تقتل بنت كل سنة، هتعمل طقوس معينة وساعتها هيكون عندها قوة سحرية وهو هيقدر يسيطر عليها اكتر، وانه في الاخر بعد ما يتجوزها وياخد الحكم هيقتلها. وبيقولوا ان هما لحد دلوقتي ضحوا ب17 بنت، وان دي السنة 18 وخسوف الشمس بكرة، ولازم تلحق البنت اللي هيضحوا بيها السنة دي. بيوصل حارس تاني في القصر وبيقبض على جودة وساجي، وبيلاقي عدسات وقنابل مزيفة في اوضتهم. وجودة بيقوله احنا مجرد ممثلين مش شياطين زيكم. ومارو بيوصل المكان وبيقلع العدسات والانياب، بس بيضرب الحارس ضربة وبيطيره من مكانه، وعينه بتتحول للون الازرق وانيابه الحقيقية بتظهر. وبيهجم على كل الحراس وبيضربهم بايد واحدة، واصحابه كلهم بيكونوا مصدومين اللي بيحصل، وبيعرفوا ان مارو اتولد شيطان اصلا، وبيفتكر كلام المعلم لما قاله يكسر السلجوان عند كسوف الشمس. وبيقول لسامو والحراس الاقزام ينقذوا جده الملك واللي بيكون محبوس تحت الارض، وبيقول لسارو يراقب اللي بيحصل في القصر. ودانج بيعرف ان الخدام قال لمارو على الحقيقه وقطع راسه، وبيقول للملكه ان مارو هو المجرم اللي جاي يقتلك من المملكه التانيه، وانك لازم تعملي التضحيه بكره وما تشغليش بالك انا هقتله. وفي اليوم التاني الملكه بتعمل الطقوس علشان تقتل بافي، وبيدخل مارو عند دانج وبيهجم على رجالته وبيضربهم، وبيفضل يضرب فيهم لحد ما بيقتلهم. ودانج بيهجم عليه ومارو بيصد كل ضرباته، وجودة وساجي بيفضلوا يدوروا على الاوضه اللي فيها الملكه، ومارو بيهجم على ساج، ومارو بيهجم على جانجي وبيكون اقوى منه جدا. في الاخر مارو بيدخل السيف في قلب دانجي، وجانجي بيقول له ارجوك ما تقتلنيش وخد ثروته كلها بس سيبني اعيش، لكنه بيغرز السيف في قلبه وبيخرج. وجانجي بيقوم تاني وبينازع عليه وبيقول له انا لو كسرت الخاتم ده الملكه هتتجنن اكتر، وساعتها هتقتل كل الناس اللي حواليها حتى بنتها. وجانجي قبل ما يموت بيكسر الخاتم، ومارو بيشوف جده الملك اللي كان مسجون تحت الارض، وبنت بتعرف الحقيقه وبتروح علشان تمنعه، وما هو بتقول لها ان مارو يبقى ابن اخوها بولي، وان بنج عمل عليكي تعويذه وده كله علشان ياخد منك الحكم. والملكه مش بتكون مصدقه وبتهجم عليه، ومارو بياخد منها السلجوان علشان يكسره قبل خسوف الشمس، وكل ارواح البنات اللي ماتت بتخرج من جسمها. وفي النهايه الملكة بترجع لطبيعتها تاني، كانت عاوزة تقتل نفسها بس مارو انقذها. ومارو بيتجوز بافي وبيحضر حفلة تتويجه يكون الملك في تاي. وبكده يكون انتهى الفيلم. متنساش بقى تشترك في القناة وتشارك الفيديو، واستنوا بقى الافلام. والسلام.